السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من إخواني وأخواتي، وفقهم الله ووفقهن لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تعالى امتثالا لأمر الله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذا، فإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا، فإن الله جل ذكره يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. كذا، فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. استعينوا بالله للإجابة على الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بعد إذنك سؤال واحد بس. اتفضل. أين الله قبل خلقه للسماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. أجبتك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. بارك الله فيكم وفي عمركم يا رب، اللهم امين. وفيك، الله يسلمك ويحفظك. الله يرضى عليك يا فضيلة الشيخ. معلش انا يعني هو سؤال، يعني كنت عايز اعرف رأي حضرتك الشخصي في ان انا معايا دلوقتي مبلغ وعايز اطلعه على روح والدتي ووالدي وحماية وحماتي. مبلغ معقول يعني، فهل حضرتك تفضل ان انا احطه في مسجد بيبنى، ولا احطه في توصيل وصلات مياه لبيوت فقراء وكده؟ لا، مسجد يبنى اذا كان المكان من اهل الاحتياج، من الاماكن التي تحتاج الى مسجد، فالمسجد اولى. المسجد اولى. الله يرضى عليك يا فضيلة. وياكم وياكم. حكم القرض على الوظيفة لبناء البيت لا يجوز يا أبا زيد. يقول: جاءني 100 جنيه مزورة، إن استطعت أن تردها إلى صاحبها رددتها له، وإلا فلا تسوقها لغيرك، حرام عليك، تأثم، لا تصرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يحفظك ويبارك في عمرك. سؤال بلدك يا شيخ. عندنا واحد في بلدنا سنة 1975 قتل واحد، قتل صرفه وأخوه، وبعد كده خد حكم بالتأبيدة، والراجل ده طلع من السجن، وجي قال أنا عايز أرد أو أدفع الدية للناس اللي أنا قتلتهم دولي، لأهل المتوفى ده. فاهم معايا يا شيخ؟ فاهم معاك. تمام. هو ده خايف يوصل لأهالي الناس دي، فيبقى فيه دم وكلام من ده. طيب كيف يعني، كيف حكموا عليه؟ في قضية رفعت عليه وعرف أهل القتيل أنه القاتل؟ ما هو قتله فعلا، هو قتله، هو كان صراف في أسوان وطلع عليه قتله وخلى الفلوس اللي معاه. لا يعني أقصد أهل الصراف عرفهم. ها؟ أهل الصراف عرفوا. أيوه عارفين يا عم الشيخ، هم عارفين، بس خلاص نشوا الموضوع، الموضوع بالنسبة لهم انتهى من 75. هو الأيام دي عايز يرد الدين، عايز يرد بتاع يرد الدية للراجل ده، يعني لأهل المتوفي.
ممكن يدخل ناس وسطاء افاضل. ما هو السؤال حضرتك ما بعد اذنك، كان هو ده بتابع حضرتك على البث ده، وهو بيستاذن حضرتك ان هو يجي، ان هو عنده طبعا رضا ربنا هداه وربنا فيه، فهو عنده مشاكل كثيره زي بس كان واخد ذهب من الناس، يرد الحقوق دي ازاي؟ فنستسمع حضرتك لو ينفع نيجي نقعد مع حضرتك، يجي يقعد مع حضرتك بس في اي وقت بعد اذنك يعني. تجي منين ان شاء الله؟ احنا من ابو كبير شرقيه. من ابو كبير الشرقيه. لا بس تابع معايا وان شاء الله ارتب معك باذن الله. اتابع حضرتك ازاي على الهاتف الخاص؟ كلمني على الهاتف الخاص. ما انا ما اعرفوش والله. 0-1-5-3-3-3-8-3 0-1-5-3-3-8-3 ماشي 0-3-3-3-8-3 5-3-3-8-3 الله يغفر لك. ماشي باش عمشي شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله. الله يكرمك. سؤال معلش يا شيخ. اتفضل. دلوقتي انا شغال مع واحد في تجاره. ها؟ واحد شريك ليا في تجاره. وبعد؟ ويعني هنبيع وانا ليا نسبه، ان انا كشغل انا اللي مشتغل وليا نسبه والباقي المكسب بالنص، بعد كده انا داخل هو دافع جزء من الفلوس وانا جزء من الفلوس. فهو جاي مثلا انا عايز يطلع، عايز ياخد نسبته ويطلع. وبعد؟ فالفلوس كلها بره في التجاره بره، يعني هو المكسب كتير، يعني كسبنا ما شاء الله مثلا حوالي 15 او 20 الف جنيه، بس الفلوس هتيجي على مراحل، يعني عقبال مثلا ما نلم الفلوس قدامنا 10 شهور بنبيع حاجات بالقسط. التخارج ادخلوا اي قوم بينكما للفصل بينكما، او انا اقصد السؤال لو انا اديته مثلا جزء وقلت له يعني مثلا انت نسبتك 10,000، لكن عشان انت هتطلع دلوقتي فهتاخد 5، لان عشان الفلوس ال 10,000 دول لسه هيجوا بعد سنه مثلا. بالتراضي لا باس. بالتراضي لا باس، تمام. السؤال الثاني يا شيخ. البيع بالقسط. اذا كنت تملك السلعه بيع كيف شئت. يعني انا ببيع حاجات وفي ممكن زبون يطلب حاجه مش معايا، فاقول له هجيبها لك واجيبها، ولو ما خدهاش عادي برجع باخدها انا تبقى تبعي. لا ازاي كده بنفس ما بيجبروش ان هو ياخدها، يعني واحد مثلا بيقول لي انا عايز الحاجه النوع الفلاني ده، النوع ده مش معايا. انت بنفس شغلك خلاص يعني؟ خلاص هبقى اجيبه لك. نفس تخصصك؟ اجيبه ولو ما عجبوش ما بيجبروش ان هو ياخده. نفس عملك وتخصصك ولا ايه؟ في نفس العمل، انا ببيع مثلا مفروشات واجهزه كهربائيه. بارك الله فيك، لا باس. فهو بيقول لي عايز النوع ده بجيبه له وما خدوش عادي، فهل ده حرام ولا يعد من لا ما فيش مشكله في كده، مش مشكله ان شاء الله. ربنا يبارك فيك سيدنا. حياكم. هل قص شعر الحواجب بدون حاجة فيه شيء؟ الخطب فيه أيسر من النمص، القص ليس نمصا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، هو لازم لما أجي أنا مثلا صيام قضاء مثلا ولا حاجة أيام رمضان لازم أتلفظ بالنية ولا النية محلها القلب؟ لا، النية محلها القلب. بيقول لك في الصوت تلفظ معين يعني. صحيح؟ لا، نية محلها القلب. طب لو نسيت التورك في التشهد الاخير لازم سجود سهو ولا عادي؟ لا عادي. تمام، جزاك الله خير يا شيخ. طيب حاضر، نقلب السماعه. السلام عليكم. مساء بركة شيخ مصطفى، ازي الحال؟ تفضل، الله يسلمك. عليك يا شيخ مصطفى، لا تنسانا من الدعاء بالله عليك. الله يوفقنا وياك يا رب ويهدينا وياك. امين. ادعي لنا بالستر يا شيخ بالله عليك. الله يستر علينا وعليك في الدنيا والاخره. كلمتك من اول امس كده وقلت لك عاوزك على الخاص في مساله كده. فرنيت عليك حضرتك بعد البرنامج بنص ساعه ما ردتش عليك. والله بس كنت مجهد لعلي نمت بس. كرر ان شاء الله. ربنا ييسر لك. رسائل يعني رسائل. هل يجوز السفر مع خالتها المسنة الغير مسلمة لعدم وجود محرم لديهما لزيارة ابنة خالتها المريضة جدا في استراليا، علما أن السفر في الطائرة 28 ساعة، لأن خالتها لا يوجد لديها أقارب سواي؟ طب من الذي سيستقبلكما في استراليا، المحرم أو ليس بمحرم؟ كان ثم محرم فلا بأس بهذه الحال، والله أعلم. إذا لم يكن محرم لا أوافقك على هذا السفر. ممكن توديها في المطار ويستقبلها زوج ابنتها، ما
بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله شيخ مصطفى، ربنا يبارك فيك ويحفظك وياكم. تفضل. أنا أبيع سيارات بالتقسيط. الله يبارك، تفضل. الله يبارك فيك. كان عرض عليا زبون إن في سيارة في موديل معين في مكان تاني هتتباع، فقال لي اشتريها وأنا هشتريها منك. فقلت له أما اشتريها وامتلكها، لو عايز تبيعها خدها تعالى خدها. فأني شريتها وأنا دلوقتي مش عايز أبيعها له. خلاص ليس عليك إثم. فبيقول لي بقى من توعدتني ان انت بعالي، هل الوعد بتاع ده ملزم ان انا بعله؟ لا لا ملزم لك ولا له. تمام ماشي يا شيخنا، بارك الله فيك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم. ايوه شيخ مصطفى. تفضل. الله يحفظك. الله يحفظك. بس استاذن حضرتك بس سؤال، هل يجوز البناء فوق المقابر الدور الثاني يسموه معظمه؟ للضروره فقط، والا فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى ان يبنى على القبر وان يجصص وان يقعد عليه، وثمه زياده ضعيفه وهي ان يكتب عليه ضعيفه. السلام عليكم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. يمكن تأجيل الغسل للصباح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. ربنا يوسع عليك يا رب. أشهد الله أحبك في الله. وعليك أحبك. محمود واصف محافظ الشرقية. يا مرحبا يا محمود. مرحبا بك، الله يكرمك ويعزك يا رب. كنت عايز اسال فضيلتك بس عن حكم وهب قراءه القران، سواء قراءه القران للميت. لم يصنع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرا النبي صلى الله عليه وسلم قرانا ويهب ثوابه لميت، ولو كان جائزا لفعل ولو مره. يعني لا يجوز لميت لا تفعل. استغفر له، حج عنه، تصدق عنه، صل من كان يصل. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. هل يجوز شراء كفن وتركه بالمنزل لحين أحد من أفراد الأسرة يحتاجه؟ نعم لا بأس، يجوز تجهيز الكفن. والنبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه حلة، فتعجب الناس منها، فقال رجل يا رسول الله أعطني إياها، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياها. فلما دخل الرسول لامه الصحابة، قال والله ما سألت إياها إلا لتكون كفنا لي، فكانت كفنا له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى. اتفضل. الله يرفع قدرك، نحبكم في الله. قدرك الله يبارك فيك. اللهم امين. نتابعكم على اليوتيوب تفسير القرآن يا شيخ مصطفى، ربنا يرفع قدرك. الله يوفقنا وإياكم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. سؤال يا شيخ مصطفى، لو شخص عنده يعني مريض سكر وذهب لخطبة فتاة يا شيخ مصطفى، يبين لو هي مريضة سكر ودخلت عليها مرض سكر واكتشفت، تحزن منها ولا تحزن؟ نعم يعني إيه؟ إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما. نعم 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 جزاك الله خير. بين من غشنا فليس منا. اللهم نسألكم الدعاء يا شيخ مصطفى. الله يوفقنا وإياك لما يحب ويرضى. اللهم آمين رب العالمين. الله يسلمك. كيف ننتبه لإدراجات الزهري في الحديث؟ ننتبه لإدراجات الزهري بجمع طرق الحديث، والمدرج، معرفة المدرج، بينا في دروس المدرج كيف يكتشف المدرج يا خالد الدقاق، فمن الممكن أن تراجعها على ما اسمه اليوتيوب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. اتفضلي يا أختي. لو سمحت يا شيخ، أنا والدي توفى من 3 سنين. الله يرحمه. نعم. قولي رحمه الله. رحمه الله، الله يرحمه.
من 3 سنين، وكنا يعني ترك 4 بنات وعمتي كانت موجودة. فلما جينا نقسم الميراث كان ابن عمتي، عمتي اللي هتورث معانا دي، كان عليه الوالدي مبلغ 40,000 جنيه. فهو هي قالت اسقطوا حقي ال 40,000 جنيه اللي هم من تركتي من الميراث. شيء طيب. وبعد وبعدين هي كانت هي وابنها قاعدين في الجلسه يعني، والكلام قال منها ومن ابنها. وبعدين كان في ارض، كانت ارض زراعيه ورثناها من والدي الله يرحمه، فكانت مكتوبه في عقد 12 ايراد و14 سهم، وهي على الواقع كنا احنا نعرف ان هي 14 ايراد. فهي قالت قسموها زي ما هي موجوده في العقد، هي وابنها قالت الكلام ده. وفعلا عملنا الورق الرسمي بكده. جه بعد ما كتبنا العقود قالت ان لا، انا كده ليا في الأربعين ألف دول كنت المفروض اورث فيهم، وابنها قال انا ما انتبهتش ان هي المفروض كان لها فيهم التلت، وقالوا الارض دي لا المفروض لينا فيها لسه في ايراد ونص ما دخلش تبع القسمه، والارض حقيقتها 14. هذه قضيه تسمع من الاطراف كلها. نعم، قضيه تسمع من كل الاطراف. يعني احنا مسجلين لها يا شيخ صوت، ويعني والجلسه كلها كانت متسجله. خلاص انا ما اقول شيء، لكن أنا لا استطيع ان، هذه قضيه تسمع ليست فتوى، انما هي قضيه يعني تسمع من الاطراف، وفقك الله. يعني هي دلوقتي بتقول اعذريني، قلت لك قضيه تسمع من الطرفين، لا يجوز ان اقضي بناء على سماع طرف واحد في الماليات. شخص قال لزوجتي هذه طلقة وبقيت لك طلقتان ومازح، ليس في الطلاق مزاح. تسمع القضية عن قرب، ولكن ما مراد بهذه طلقة يعني؟ عفوا، ما سياق الكلام الذي من معه خرجت هذه الكلمة؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي 3 أسئلة. سالي. أول سؤال، أنا والدي متوفي، الوالي بتاعي لي أخوات من والدي ولي أخي شقيق. الوالي بتاعي هيبقى أخويا الشقيق، هو أكبر مني بسنتين، وأخواتي من والدي كبار متجوزين، فالوالي بتاعي هيبقى مين؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، هل بينهم اختلافات؟ هل بينهم اختلافات؟ نعم، كلهم موافقون على تزويجك أم بينهم اختلافات؟ لا كلهم موافقين يعني. كلهم موافقين على العريس؟ أي واحد ما دام كلهم موافقين على العريس قولي يعني لهم. مش الشقيق هو اللي بقى والأولى، لكن ممكن الشقيق يوكل الأخ الآخر. تمام. تاني سؤال، انا بنزل خدمة عامة في معهد ديني. نعم. نعم، بنزل خدمة عامة سنة، بتبقى بعد الجامعة، زي الجيش يعني للشباب. في معهد ديني فتيات، وبفضل الله زي الشرعي بلبس الأسود، وبحاول بقدر الإمكان ما يبقاش فيه اختلاط، وأخويا مانع. فهل دوت تقولي شيء ملزم من الحكومة؟ نعم، الحكومة ملزماكي بالخدمة العامة؟ طيب. لأني أنا لو حبيت أشتغل حتى لو أونلاين لازم خدمة عامة، فهل دوت في لا، أنت تزعمين أنه ليس هناك أي اختلاط، وأنك تنزلي بالزي الشرعي وتدرسي نساء وبنين؟ لا، بنات. لا اشكال، الحمد لله. تمام. تالت سؤال، احنا بننزل في بعض الاوقات لوحدينا، مثلا لو مشوار ضروري بالليل مثلا الساعه 8 9، اخويا مش بيكون معانا، هو بيقول لنا ان احنا، وهو مش بينزل اصلا معانا. 9 بالليل تخرجي فين؟ احنا تخرجين الساعه 9 ليلا ولا صباحا؟ لا لا، ممكن نكون في مشوار ونرجع على الساعة 9 بالليل. في الشوارع يعني، ماشي في الشوارع 9 ليلا وانت فتاة؟ نعم. يعني تذهبي فين 9 في الليل يا بنتي؟ انت بنت بكر. ممكن اكون، لا انا ممكن اكون في مشوار بجيب اختي من الدرس، وهو مش بيرضى ينزل يجيب، هو بيقول ان احنا بنشيل اسم ان احنا بننزل بالليل، ساعات ممكن نكون عند الدكتور لوحدينا.
طب ماما بنرجع بالليل، لكن هو ما بيقدرش يجيبنا، فبيقول ان احنا بنقسم ان احنا بننزل، فده صح؟ طيب ليه ما تخرجيش في النهار يعني؟ هل تريدين منا فتوى اننا نسمح لبنت بنوت كما يقولون لا تمشي الساعة 9 في الليل في خارج البيت؟ لا لا مش ما اقصدش، انا ممكن اكون نازله انا وماما. ماما لا امك لا باس بها معك، لا باس. يا مرحبا يا ابنتنا هدى، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل شيخنا. انا ذهبت الواحد عشان استاجر من عنده محل، والمحل ده كان غير مهيأ ان هو يبقى محل يعني، فهو كان على المحارة، فانا اديته مبلغ 8000 جنيه بحيث ان هو يوضب المحل ويعتبر جزء من الايجار يعني. فهو خد المبلغ، والمهم وضب المحل، وانا استاجرت المحل منه شهر، وبعد كده حصل لي مشكلة وما كملتش معاه. وبعد ما يعني دفعت الشهر ايجار الشهر ده، وخد مني مبلغ مقابل بعض الشغل اتعمل كان في خلاف ما بينه وما بينه عليه، واسبوع كنت قعدت زياده مع الشهر، فخد مني 4000 جنيه وتعهد. عفوا، القضايا الماليه معذره لا بد فيها من جلسه واستماع الاطراف. ما تحاول يعني تطرح وجهة نظرك وتأخذ مني فتوى قد تضر بوجهة بالرجل الآخر. القضايا المالية لابد فيها من سماع الأطراف. إذا كنت تريد تسأل سؤالا عاما لا بأس بالسؤال العام، أو تتكلمني في الهاتف الخاص أكلمك. القضايا المالية بالذات لابد فيها من سماع الأطراف. تمام. هو تعهد إن هو هيسد المبلغ في وقت معين يعني، هو تعهد ان هو عليه فلوس، وتعهد ان هو يسد ال 4000 جنيه الباقيين في شهر 10. طيب. وجه شهر 10 فقال لي لا انا مش هدفع المبلغ دلوقتي. كلامنا كثير يا اخي، الله يرضى عليك. القضايا الماليه لابد فيها من استماع الطرفين. والسلام عليكم. بدل يا عبد الرحمن ده ولا ايه؟ طيب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى. نعم. والله بص يا مصطفى، كان في سؤال بس كده. أنا يعني فاتح معمل تحاليل. نعم. فطبعا سوق العمل مع الأطباء ان لازم عشان الدكتور يبعت لحضرتك لازم ياخد نسبه من التحليل. ولكن يعني من غير ما سعر التحليل يعني ما بيكونش في جزء منه المريض يعني. انا كمعمل ما باجيش على المريض، لا انا بديله جزء من حاجة انا من تحليل انا. ايوه. فهل في جزء كده ولا في اسم؟ والله يعني هو الجزئيه في هذا الباب انك تساعده على الاختلاس. نعم. انت ما ظلمت المريض، ظلمت انت نفسك الذي ظلمت. انا ما ظلمتش المريض. ايوه انت بديله من حقي انا، بس انا ما بديش على المريض خالص، بالعكس انا ممكن اعمل خصم زياده للمريض كمان. جزاك الله خيرا، لست بآثم، لكن الاسم قد يتأتى من مساعدتك على الاسم والعدوان. بس يعني هؤلاء الاطباء الذين هم بهذه الطريقه لابد ان ناخذ على ايديهم. هؤلاء لصوص جدد الآن، أطباء يعني الأشعة. أو أقسم لو أنا ليس عليك اسم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا جلال. الحمد لله رب العالمين. ما زلت على قيد الحياة يا جلال. فضل ونعمة من عند ربنا. الله يوفقك. اتفضل. عايزك بالله عليك تبقى كده لأم الله يبارك لها ولأبويا وكل اللي في المجلس بقى، محمد صقر ومحمد مبروك والناس كلها. طب وزوجتك لا ليه؟ ما انت كنت الأول طيب مع زوجتك. لا ما انا لغاية دلوقتي طيب الحمد لله. الحمد لله.
بس بعد كده شكلي مش هبقى طيب. ايه؟ بعد كده شكلي مش هبقى طيب. شكلك مش هبقى طيب لماذا بس؟ اما شوف بقى انا هعمل ايه اللي هتخليني مش طيب. ربنا يصلح ذات بينكما. ربنا يبارك لك يا عم الشيخ. ويديك لزوجتك وادي زوجتك لك وصلة. بقول الله لحضرتك الله يوفقنا وإياك ويرحمنا إنك تبلغ عن الله ورسوله. الله يبارك فيك ويحفظك ويوفقنا. وأنت ما بتجيش من كفر الزيات هنا يا عم الشيخ؟ لا ما بيجيش كفر الزيات. أنا نفسي تيجي وأقسم بالله. بس أنا مش عايز أشق عليك الله يعينك. جزاك الله خيرا. يا رب جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي والديك وزوجتك والسامعين والسامعات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الحمد لله. كان لي عندك سؤال. كنت دخلت شراكة مع أحد الإخوة فالمكان أو الشركة اللي احنا اشتركنا فيها ديت ما نجحتش بل خسرت والمبلغ اللي أنا كنت دفعه بلغ النصاب، فهل عليه زكاة؟ بعد احنا ما خدناش جنيه من الخسائر دي كلها حتى الآن يعني عفوا المال في حوزتك؟ لا ده انا خسرته كله كله، يعني ما عندك فلوس ولا فلوس ولا بضاعة ولا معدات حتى. طب وكيف ستزكي؟ يعني انت تسأل عن زكاة ماذا؟ زكاة سنوات ماضية ولا ايه؟ اول امس حضرتك كنت انا لسه داخل على القناة فسمعت جزء من فتوى كده ان في حد برضك سأل سؤال فقال له فحضرتك قلت ان يبقى عليها زكاة، فانا ما كنتش عرفت كويس السؤال فاضطريت ان انا ايه اسأل بقى السؤال بتاعنا. لا يعني سؤالك هل كان انت دخلت شركة نعم. وبعد ان دخلت الشركة خسرت فيها كل مالك؟ نعم. لا سلع موجودة ولا اموال نقدية موجودة، لا زكاة عليك؟ شكرا جزاك الله. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. أنا بس لي عندك سؤال واحد بس معلش. تفضل. سل. أسألك بالله بس أن تدعو لي بس بالثبات وصلاح الحال إن شاء الله. الله يثبتنا وإياك ويصلح أحوالنا وأحوالك وأحوال المسلمين جميعا. جزاك الله. بارك الله فيك. حكما أفطر بالنهار دون عذر في وجمع زوجته في رمضان، جمع زوجته في النهار عليه صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا والزوجة كذلك إذا كانت مطاوعة، وبالله التوفيق. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمعت فضيلة الشيخ، أنا مرة زوجي قال لي يعني كان غضبان قال لي تحرمي علي اليوم الدين، لها كفارة ولا ملهاش؟ كفارة يمين، إطعام 10 مساكين، إن عجز صام 3 أيام. يعني مش ظهار ده؟ لا ليس ظهارا. طب معلش يا أخي آخر سؤال بس، في مرة قال لي أنا مطلق بيني وبين نفسي، بس هو مش قصده طلاق يعني. تلفظ بالطلاق بينه وبين نفسه ولا الطلاق كان في النفس داخليا؟ داخليا لا يقع. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. ما شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك؟ أمورك بخير؟ الحمد لله. شيخنا الفاضل عندي سؤال، لكن بارك الله فيك، عندما كنت أتصل يعني رد علي فتاة على الرقم ديالكم بارك الله فيك. فتاة ليس عندي فتاة هنا ترد على الهواتف. أنا تكلمت مع أحد الأدمين يعني أحد المسؤولين في الصفحة، ما عرفتش كيف الأمر. لا أنا ما أحد يرد علي على هذا الهاتف ولا يستعمل هذا الهاتف أبدا إلا أثناء البث فقط. لا التسجيل عندي الآن يعني أثناء البث ما فهمتش. ما السؤال على أي حال؟
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل. اريد ان اسالك عن حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم عن من نجاس بارك الله فيك. عن ايه؟ الحديث ابن عمر رضي الله عنه. ايوه سال النبي صلى الله عليه وسلم من نجاس. من نجاه؟ فقال امسك عليك لسانك وليتعك بيتك. سنده ضعيف. جزاك الله خيرا. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخنا انا عايز استفسر عن حاجه في الحديث اللي هو بتاع خضر وموسى عليه السلام اللي هو ايه ساعه لما كان بيقول له ما ينقص علمي وعلمك بعلم الله ده اللي هو المنقار العصفور حضرتك. ما نقص علمي وعلمك من علم الله الا كما انقص هذا العصفور بمنقاره من البحر. تمام. طب يعني انا شيخنا يعني هل يعني مثلا كل اثنين يعني بيشتركوا في عصفور يعني فاحنا قلنا مثلا يعني ايه كذا مليار عصفور ف يعني هيعمل كتير في النهر صح؟ الله يغفر لك الله يغفر لك. صل على رسول الله كده واحرص على ما ينفعك. يعني كلهم ياخذوا علم ربنا وانت علم ربنا يعني تقصد؟ الله يسامحك. انا مش فاهم. طب شيخنا طب معلش. لا فاهم بس يعني الله يبارك فيك ساحرص على ما ينفعك يا فتى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. الله يبارك فيك. ندعو لك نطلب منك بالله عليك ان تدعو لنا بالهدايه والثبات. الله يوفقنا وياك ثبتنا لوالدينا. الله يوفقنا وياك ثبتنا وياك وجينا وياك يا رب. السلام عليكم. مرحبا يا ابراهيم ابن موسى. السلام عليكم وغفر الله لك. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخ مصطفى. ايوه ماذا عندك؟ الله يبارك في عمرك. بسال لي عندي اولاد 10 سنوات و11 سنه وغلطت وما لقيتش حد يوجهني ان انا ادخلهم تعليم اللي هو يعني ايه دخلتهم انجليزي تعليم انجليزي والحين انا ندمان على حاجه زي كده. طيب فتنصحني بايش؟ البنات في سنه في اي عمر في اي سنه؟ 5 ابتدائي واولى اعدادي. طيب ما في مانع تدرسهم ايضا تدرسهم لغه عربيه ولا دخلهم مدارس حكومي ولا ايش؟ شوف البنات حافظ على البنات قدر استطاعتك. ولدين الله يعطيك العافيه. ولدين الامر في الاولاد سهل الله يسلمك. يعني احرص على ان تعلمهم لغه العرب. علمهم اللغه العربيه. اللغه العربيه ما هو فين؟ فين هي مدارس؟ رشح لي مدارس الله يعطيك العافيه. انت من اي البلاد؟ انا مصري بس مقيم في المملكه هنا والاولادي معي وان شاء الله ما نحتمل ننزل مصر قريب فمش عارف ايش اسوي. اما ترجع منين انت في مصر؟ من ابو كبير ولا منين؟ من طنطا. من طنطا. ترجع بالسلامة ان شاء الله نرتب لك امورك. الله يبارك فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا الفاضل. تفضل الله يحفظك. جزاك الله خير وفقك الله وشفاك. وياك. كنت سمعت فتوى للشيخ الشيخ الالباني قال لو الصائم دعا بزوجته في نهار رمضان. عفوا فهمت سؤالك. اقول لك ايوه لو انزل يعني فهمت سؤالك خلاص. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد. هذه مساله خالف فيها الشيخ رحمه الله تعالى عليه جمهور العلماء وهو ان الذي يداعب اهله فيمني لا يفطر. على ما ينقله الأخ الآن وقد قال بنحو ذلك ابن حزم الظاهري ولكن جمهور العلماء على أن ذلك ينقض الصيام لأن الله قال في حق الصائم يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي وهذا استفرغ شهوته فيفطر عند جماهير العلماء وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الخط اتقطع بكلمك بقول لك المجاعب المجاعب في نهار رمضان ما انا جاوبتك انت ما سمعت جوابي لك ما سمعتوش والله يا شيخنا. لا يفطر
هذا رأيه خالف فيه الجمهور. رأيك. أنا جاوبت على السؤال. مرحبا يا محمود أبو مسلم ولا أبو مسلم يا أبا كبير، مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد لله بخير. من فضلك يا شيخ مصطفى، محتاج أسأل عن الفوركس، التداول العملات الإلكترونية. لا يجوز، لا يجوز التعامل في الفوركس، لأنه يستلزم في التجارة في العملات التقابض، خذ وهات، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء. وفقك الله. عشان مسألة التقابض مولانا، طب العملات المشفرة شراها حلال ولا حرام؟ نعم، شراء العملات المشفرة، العملات المشفرة زي البيتكوين وال، لا، البيتكوين ده شركات نصب واحتيال، وسألنا العاملين في البنك المركزي لأنهم شأنه قالوا لا وجود لها عندنا، ابتعد عنها، شركات نصب واحتيال. جزاك وياك. الفوركس بعملات السلكة وقعت يا بيع العملات بدون تقابض. هل الأب الكافر محرم لابنته المسلمة؟ نعم، محرم لابنته المسلمة. الأب الكافر محرم لابنته المسلمة، أبوها. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. بارك الله عليك. وفيك بارك الله. وفي عمرك ان شاء الله. تفضل. بعد اذنك بس يا شيخ مصطفى، ان زوجتي حملت رمضان اللي فات. حملت مش حملت، حملت. حملت. ايه. ووضعت الحمد لله، بس هي مش قادرة تقضي. ايه. دلوقتي نخرج فلوس ولا نطعم مساكين؟ لان هي مش قادرة تقضي. يعني هي عجوز لا تستطيع القضاء أبدا، أو من الممكن أن تقضي فيما بعد؟ هي عندها مشاكل صحية، فما عندهاش. مريضة أنا. مرضا مزمنا لا يرجى برؤه. لا الحمد لله مش أمراض مزمنة، بس خلاص بتعاني مشاكل صحية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر في عدة من أيام أخر. سمعت يا هدى الغول، ما يعني الأسئلة قليلة التي تعرض الآن، كلها تعليقات وسلامات، سلمكم الله. ما حكم قول جمعة مبارك عليك؟ إن سألت هل ورد عن النبي عليه السلام التبريك بيوم الجمعة؟ لم يرد، هذا الذي أستطيع أن أقوله فقط. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الحمد لله. نعم أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بس على أفضل وقت لقيام الليل. الثلث الأخير وأفضلها. أما التنوير فمن كل ليلة أو صلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا. مرحبا بمحمود أبو مسلم الأبو كبيري. نعم. هل تربية اليتيمة في منزل عائلة يلزم له شروط؟ من اليتيمة وما درجة القرابة؟ وهل هناك شباب أو ليس هناك شباب؟ وكم عمرها؟ السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. حبك الله شيخ مصطفى. حبك الله الذي أحببتنا له. شيخ من فضلك، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع سيدنا موسى يعني يحدث الله سبحانه وتعالى بصوت مرتفع؟ الله أعلم، كلام أول مرة أسمعه في حياتي. يعني هل اللقاء اللي كان بين موسى عليه السلام وبين رب العزة جل وعلا سمعه النبي؟ سمعت الكلام ده منين يا جماعة؟ لم يرد ذلك، أخبر الله به النبي عليه الصلاة والسلام. كلام غريب يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله.
حضرتك يعني حكم اللي هو يمتلك شقق ويعني عليها زكاة؟ الشقق يعني تاجر شقق، تاجر عقار، ولا ايه بالضبط؟ هي شقق للاستثمار يعني يأجروها والكلام ده. لا يفرق الاستثمار في العقار في أصول العقار يختلف عن التأجير. التأجير ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك من الإيجارات أموال بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى حينئذ. لكن إذا كنت تتاجر في العقار تبيع شقق عليها إيجار لأنها عروض تجارة، لكن أصل مال الشقق يعني ليس عليها زكاة؟ أصل مال الشقق ليس عليها زكاة. سيارات تؤجر، عمائر تؤجر، أراضي زراعية تؤجر، كل ذلك ليس على الأصول زكوات، إنما الزكاة على المال المتولد منها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. بارك الله فيك يا شيخنا. وفيك الله حفظك. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وقت الثلث الأخير من الليل أقسم ما بين المغرب والفجر على ثلاثة، الثلث الأخير ومعروف كده خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لماذا تقدمين ألو على السلام عليكم؟ أليس اسم الله يقدم؟ أنا لم أقل ألو يا شيخ. لم تقل ألو. أنا سمعت خطأ. إذا زي حضرتك. الحمد لله. أنا بسأل حضرتك سؤال. أنا رحت لدكتور أسنان واتفقت معايا لأنه يعمل لي أسنان يعني قال لي ب24، وبعدين قال لي لا خلاص هعملها لك ب20، وبعدين ابتدى يعمل في أسناني فبصيت لقيته قال لي لا أنا كده هزودك 2000 جنيه. قلت له يا دكتور بس أنا اتفقت معاك على 20. قال لي لا أنا كده هزود 2000 جنيه. فهل أنا أدفع له 20 ولا أدفع له 22؟ أدفع له 20. أدفع له 20 صح؟ يعني هم أطباء الأسنان الله يغفر لهم كده. أيوة تدخل أيوة تدخل أيوة عندهم في الأسنان كما تكلف يقول لك ما في فرق بيننا احنا يا إخوة. أيوة ما في فرق. إذا أنا أذبح لك ولد من ولادي أيوة وبعد كده أذبحك أنت. أيوة 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 يا شيخ. يعني أيوة لازم أطباء الأسنان على وجه الخصوص أيوة أن عملهم أو سلعتهم غير منضبطة كسائر أنواع الطب. أيوة يبينوا للناس السعر قبل البدء في العمل. أيوة يعني هو يبدأ يقول لك هذه شيء خفيف تدخل عليه انك هتدفع 200 جنيه تدفع 2000 جنيه. بالضبط بالضبط. لازم يبينوا للناس يا اطباء الاسنان، بينوا للناس يا اطباء الاسنان قبل ان تبداوا العمل. لا هو فتح الاول بقي وشاف فيه قال لي خلاص انا هديه 20000، بعد كده راح مزود لي 2000 جنيه. أيه. قلت له انت اتفقت معايا على 20؟ قال لي لا 2000 جنيه انا اديله ال 20 بس. اديله 20 بس. طيب شكرا. هو اتفق معاك على كده المهم عنده شروطي. شكرا يا دكتور. الله يكرمك. هذا الذي ذكرناه كخطاب موجه للأمناء منهم، أما غير الأمناء منهم أو من غيرهم فيضع مواد غير المواد الأصلية غير المواد الجيدة، حشو، يضع حشو من نوع رديء، يعني فيها تفاصيل يطول شرحها. فعلى الطبيب الأمين، طبيب الأسنان الأمين الدين الذي نعافيه من أنه سيغش في المواد، عليه أن يبين للناس السعر، لكن يترك الموضوعات مطاطة. واحد لا يستطيع يا أخي أن يدفع، يأتي عندك تصلح له درسا يتوقع أنك ستأخذ 500 جنيه، تقول له 10000 جنيه، بأي وجه حق كده؟ بين لهم من الأول. بعدين يتوعدوا الناس يقول لك مش مسامحك أنت مش مسامح نفسك، أنت المطلوب أن الناس سامحك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا شيخ مصطفى هطول على حضرتك، بس عندي سؤال هطول على حضرتك. لا تطول لان هذا ليس مقام للاطاله، واذا كانت قضيه بينك وبين الناس ماليه اسمع منكما على انفصال على، لكن هذا مكان للاجابه الاسئله السريعه والاجوبه السريعه. تفضل. تمام يا مولانا. انا دلوقتي جدتي اللي هي ام ابويا توفي من 7 سنين بالظبط. الله يرحمه.
فا يا عم قول الله يرحمه. جدتي ليها ورث المفروض. ماشي. هي قالت انا مش عاوزه حاجه منكم خالص من اللي هو ايه من عيال ابني يعني. ايه. فهي في الاول خالص اصلا يعني هو كان عندها بتاع اكتر من فدانين ثلاثه وهي كان عايش. وزعت ده كله على ايه؟ على اولادها. فدلوقتي مش عارف دلوقتي يعني يعني ايه الحل دلوقتي يعني هي بتقول مش عايزه حاجه منكم. هي للان تقول لا اريد شيئا منكم؟ اه بتقول يعني دلوقتي بعد عدى 7 سنين ساعتها بتقول مش عايزه حاجه ودلوقتي بتقول مش عايزه حاجه منكم. طيب انت عامل مشكله ليه؟ طب يعني يعني هل يعني جدتك لما مات ابوك ابنها قالت يا ابنائي يا ابنائي عفى الله عنكم ما اريد شيئا من ميراثي هو لكم ولها املاك اخر قسمتها على اولادها. لا لا يا شيخ مصطفى كان ليها املاك ووزعت ده كله يعني هي وزعت ده كله على ابنائها وابيها كان عايش لما ابيها كان عايش. حرمت والدك؟ اه اللي هي ام والدي وزعت ده كله على اولادها. يعني وزعت تركتها على اولادها في حياه ابيك ولم تعطي لابيك شيء؟ لا ادت لابويا برضه كل برضه حقه برضه بس لما هو يعني هي ما عادش ليها حاجه بقى خلاص. ايوه يعني الان سؤالك مجسد في الاتي. جدتك لا تملك شيئا الا ميراثها من ابيك. بالظبط. فقال وهبت كل ميراثها من ابيك لكم. بالظبط. وتركت بلا شيء لا نستحب لها ذلك. يعني هي لا يجوز يعني. لا نستحب لها ذلك. لا نستحب لها ان تهب كل تركتها لاحفادها وتترك ابنائها الاخرين لها ابناء على قيد الحياه ولا. طب وبالنسبه بقى يا مولانا يعني بالنسبه بقى انت فهمت الكلام يا عبد الرحمن؟ نعم. تريد ان تجلس بلا شيء. يعني الغي القصه الاولى، امراه معها مال تريد ان تهب كل هذا المال لاحفادها. نعم. وتترك ابنائها في اضرار بسير الورثه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. اخبار حضرتك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير، اللهم لك الحمد. ادعو لي بالله عليك يا شيخنا. الله يحفظنا وياك ويسلمنا وياك. اشهد الله اني احبك في الله يا شيخنا. احبك الله الذي احببتنا فيه. حضرتك عندي سؤال بس تتكرم بالاجابة عنه. اتفضل. هو حضرتك احنا عندنا في حاجة اسمها قوافل طبية. تمام كده. القوافل الطبية دي نشاط تطوعي خيري يعني بنروح للقرى الفقيرة وبنعمل فيها زي قافلة طبية كده يعني يوم واحد ويعني بنلف على القرية وكده يعني. طيب. المهم يا شيخنا القوافل الطبية دي مختلطة فيها اختلاط. تمام. هو الفكرة حضرتك يا شيخنا ان احنا يعني على قدر الاستطاعة هنحاول بإذن الله ان احنا نمنع الاختلاط دوت مع العلم ان احنا يعني محاولة ان احنا نمنع الاختلاط مش حاجة اكيدة يعني ممكن نعرف نمنعها وممكن لا. وحاجة تانية يا شيخنا ان الاختلاط دوت يعني مش هينتهي تماما من الفرع لان النظام بتاع الجمعية الخيرية نفسها قائم على الاختلاط. انا اسألك يعني سؤالا عفوا انت مجبر او مختار؟ طبعا مختار وعمل تطوعي يعني مختار. بس بالحسنى كده انت مختار ان تخرج في هذه القافله او لا تخرج، هي عمل تطوعي. نعم يا شيخ. اذا كانت مختلطه وتخشى على دينك من الفتنه ابتعد عنها. وانت ممكن تعمل اعمالك الخيريه في اي مكان اخر غير مختلط. فل اذا خشيت على نفسك من الفتنه من جراء هذا العمل المختلط واظنك شاب وانت متزوج؟ لا يا شيخ. أظنك يعني كسائر البشر ولا مريض؟ نعم كسائر البشر. كسائر البشر تخشى على نفسك من الفتنة. أنت لست بجماد. فإذا كانت هناك فتنة تحل بك من جراء الاختلاط فابتعد ولست بمجبر. ووصي الجمعية التي هي خيرية تزعم أن تفصل الرجال عن النساء، ترسل قوافل نسائية لعلاج النساء وقوافل رجال لعلاج الرجال. اذا يعني اضطر في القرى ان رجل يعالج امرأة ضرورة لا بأس فاجعل هناك الاصل مبدأ الفصل الا للاضطرار والضرورة تقدر بقدرها. خلاص تمام يا شيخ جزاك الله الف خير. الله يبارك فيكم.
السلام عليكم. وعليكم السلام. معلش يا شيخنا انا كنت متصله من شويه بموضوع بخصوص موضوع اخويا. احنا مش بننزل بالليل مش عشان انت اللي بتخرج الساعه 9 في الليل تمشي في الشوارع انت واختك؟ لا لا يعني انا دو اخت بنزل مع اختي للدكتوره بالليل الساعه 9 في الليل. نعم الساعه 9 في الليل بتخرج انت واختك في الساعه 9 في الليل؟ لا مش بالليل مش بنخرج 9 بنخرج مثلا 7 6 بنرجع على 9. تمكسي ثلاث ساعات في الشوارع انت واختك. هو عنده واخوك مش راضي. اخوك رجل فاضل جزاه الله خيرا. هو مش عايز يخرج معانا وبيقول لنا ان احنا بنقسم ان احنا بننزل. وانت في ضروره ملحه؟ في ضروره ملحه لخروجك؟ اذا في ضروره ملحه اختلف الامر، لكن كل يوم سلفع خراجه ولا جلاء؟ مش كل يوم كل يوم بنخرج يعني بيبقى بالضروره وقت ان احنا نرجع بالليل ده ساعات اغلب الوقت بيبقى بالضروره. يا أختي الكريمة تعود القرار في البيت لمن قال الله تعالى وقرن في بيوتكن لنساء النبي. الخروج خطر عليك، افرض ولد عكسك في الطريق وانت راكب التوك توك وكلمك وكلمتيه ونعمت له صوتك ونعم لك صوته وخربت الدنيا، اليوم كويسين غدا فاسدين. أخوك رجل غيور عليك، اتق الله في نفسك. في ضرورة ملحة تعالى يا أخويا نروح للدكتور. هو مش بيرضى يجي معانا، فهو يعني هو مش بيرضى يجي معانا وبيقول لنا ان احنا بنقسم ان احنا بننزل. يعني هي والدتي تعبانه فانا بنزل بدي الضروره لا احكامها الخاصه، ما فيش مشكله روح الضروره في الضروره الاحكام الاحوال الخاصه المضطره اليها لا باس. انا بسال حضرتك لانه هو بيقول لنا ان هو ان احنا بنقسم في كل حاجه يعني في كل خروج. الدكتور اللي انت بتروح له ده دكتور ايه يا بنتي؟ دكتور ايه الدكتور ده؟ امراض نساء ولا دكتور ايه؟ لا دكتور احنا بنروح لدكتوره لطبيبه. طيب الحمد لله الامر اخف. اذا كان هنا اذا كانت هناك ضروره لخروجك للطبيبه المسلمه لست بآثمه اذا خرجت للطبيبه المسلمه الحمد لله. لكن نخشى عليك من الخروج ليلا والذهاب الى طبيب الرجل تعرضين نفسك للشر والفساد وانت ضعيفه. السلام عليكم. خروج النساء يا صالح شيء فيه خطر لغير فائده. فجاءته احداهما تمشي على استحياء قال عمر ليست بسلفع من النساء خراجه ولاجه دخله خارجه مشيه راحه جايه تطمع الناس فيها حتى كانت فاضلة ومؤدبة الأشرار يطمعون فيها. السلام عليكم. السلام عليكم. مشكورة يا أختي براء جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اقول لحضرتك يا شيخ انا حاليا دلوقتي انا طالب في كليه الفنون التطبيقيه جامعه حلوان. الله يستر. تمام؟ فاحنا عندنا هل انت تصنع الاصنام ولا التماثيل ولا لا؟ ايه؟ هل تصنع تماثيل؟ لا 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 دي اقسام عندنا في الكليه. طب الحمد لله. فيها هذا الكلام. كويس. طيب ما العمل؟ ما السؤال؟ السؤال اللي احنا عندنا ماده اسمها طبيعه حيه. ايه؟ الماده دي ماده اسمها طبيعه حيه. طبيعة حية؟ طبيعة حية. ما معنى طبيعة حية؟ طب بنرسم فيها البورتريه اللي هو رسم الوجوه الإنسان يعني. وبعد ذلك هذا يجوز أم لا؟ يعني أنت ستتخرج ماذا؟ كلية الفنون التطبيقية مهندس إيه؟ مهندس غزل ونسيج. مهندس غزل ونسيج، هتكون هذه ضرورة لتخرجك. أي نعم هي مادة أساسية. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى. نعم. ربنا يبارك في عمرك. كنت عايز اسأل حضرتك سؤال بس. سأل عما بدا لك. حضرتك أنا مدرس دراسات اجتماعية بدرس تاريخ، تاريخ جغرافي. فبدرس التاريخ الإسلامي للصف الثاني الإعدادي. فعندنا في الترم الثاني اللي هي الحادثة اللي كانت حصلت بين معاوية بن أبي سفيان سيدنا معاوية وسيدنا علي. رضي الله عنهما. رضي الله عنهما. فدلوقتي طبعا احنا كنا خدنا في الكليه ان سيدنا معاويه يعني ظلم سيدنا علي وغيره وغيره. فانا مش مقتنع بالكلام ده فحاسس ان هي الفتنه. فدايما الطلبه يسالوني اشرحها لنا وغيره وانا مش راضي اشرحها مش عارف اشرح فيها يعني اللي مكتوب في الكتاب انا نفسي شاكك فيه.
فعايز اسال حضرتك بس يعني هل فعلا ده حصل او غيره؟ ايه اللي حصل؟ ايه المكتوب في الكتاب؟ ما المكتوب في الكتاب؟ اللي مكتوب في الكتاب ان سيدنا معاويه استعان بسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا علي بن ابي طالب استعان بسيدنا ابو موسى الاشعري. ده مش في الكتاب، ده اللي احنا خدناه في الكليه. انا بسالك عن الذي تدرسه الان. تدرسه الان قصه اخلع صاحبي كما اخلع خاتم من اصبع لا تسمع النصوص، لكن الطلبه عايزين يعرفوا ايه اللي حصل. فاللي احنا خدناه في الكليه هو ده، ان سيدنا معاويه استعان بسيدنا عمرو بن العاص وسيدنا رواة ابي مخنف تالفه. ابو مخنف هذا من الرواة الكذابين، وللأسف أخرج له مسلم أورد له ابن كثير مرويات كثيرة في كتابه البداية والنهاية. أورد ابن كثير رحمه الله عددا من الروايات في كتابه البداية والنهاية من طريق راو يقال له أبو مخنف وهو كذاب. فانتبهوا يا من تقرؤون في البداية والنهاية لهذا الرجل. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ؟ الحمد لله. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم. وياك. بقول لحضرتك يا شيخ، انا الحمد لله يعني في كليه حاليه وبدرس علوم شرعيه وبحفظ قران الحمد لله ومحافظه قران كريم. نعم. فانا يعني بيتقدم لي الكثير يعني، ولكن اغلبهم مش مناسبين يعني من ناحيه الدين. يعني ممكن دكتور ولكن مش حافظ اي حاجه، ممكن مهندس يشرب سجاير كده يعني. فانا متقدم لي حد يعني الفتره دي على خلق ودين، ولكنه يعني متزوج. يعني هو طالب علم ولكنه متزوج. حضرتك سامعني؟ ايوه اسمعك تماما. تمام. وانا ما اتجوزتش قبل كده، وانا سني يعني مش كبير، انا عندي 21 سنة. هو يعني متزوج، هو مش عشان هو عايز يعدي، لكن هو عشان مش مرتاح مع زوجته خالص يعني. فانا لسه ما فتحتش والدي يعني في الموضوع، فحضرتك تنصحني بايه؟ والله يعني اولا حل الله الزواج الثاني، حل الله الزواج الثاني، فممكن تكلمين على الهاتف الخاص في موضوعك افضل. طيب على اي رقم؟ 0 5 3 3 3 8 3. تمام ماشي. يعني اكلم حضرتكم بكره ولا بعد البث؟ لا بعد البث، اكون متعب شويه. المهم ارسل رساله صاحبه السؤال وخلاص. تمام. يعني يا اخوه، حاصل كلام العلماء في قصه علي مع معاويه رضي الله عنهما يتلخص باختصار شديد في الاتي، باختصار شديد جدا، وهو يكاد يكون القدر الذي اتفقت عليه الاقوال، أقوال أهل السنة اختصارا أو جمهورهم، أن علي رضي الله عنه بويع له بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، بويع لعلي بالخلافة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، بايعه جمهور الصحابة بما فيهم الزبير بن العوام وعموم الصحابة، جمهور الصحابة. امتنع معاوية عن البيعة، كان معاوية أميرا على الشام من قبل عثمان رضي الله عنه، فسائر الأمراء، أمراء الأمصار كلهم على العراق على سائر البلاد بايعوا عليا، وامتنع معاوية عن البيعة لعلي. حجة معاوية في هذا أنني أريد أن أخذ بحق عثمان، أريد قتلة عثمان كي أقتلهم، هذا مراد معاوية، أريد أن يسلم قتلة عثمان لأولياء عثمان. قتلة عثمان تفرقوا في الناس،
لا يستطيع علي الاتيان بهم. طلب من معاوية أن يدخل فيما دخل فيه الناس من أمر البيعة، وبعد ذلك إذا تمكنوا من قتلة عثمان يأتون بهم. أبى معاوية ذلك. هذه قصة معاوية مع علي رضي الله عنه. فاتجه علي إلى البصرة لكي يدخل معاوية فيما دخل فيه الناس من البيعة وإلا قتله، فكانت صفين. أما الزبير وطلحة رضي الله عنهما فبعد أن بايع لعلي فكر في المسألة، وخرج طلحة والزبير يطالبون أيضا بدم عثمان، وليس هذا بإمكان علي. ضم إليها عائشة رضي الله عنها وقال اخرجي لعل الله أن ينفع بك المسلمين. فكانت وقعة الجمل، كانت وقعة الجمل، قدر الله فيها الذي قدر، وقتل الزبير وقتل طلحة، قتل الزبير في المعركة وقتل طلحة وهو راجع، قتله مروان بن الحكم مع أنه كان يقاتل معه ضد علي رضي الله عنه. وعائشة عقر جملها فأخذها علي وردها معززة مكرمة إلى بيتها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت قصة علي ومعاوية. علي يقول لمعاوية ادخل فيما دخل فيه الناس، يأبى معاوية، المسلمون سيفترقون. جهز لقتال صفين، وكاد علي، انتصر علي فيها، لكن أصحاب معاوية طلبوا بالتحكيم فقبل علي رضي الله عنه التحكيم، ولكن كان من الأمر لم يمهل علي حتى خرجت عليه فئة الخوارج. فئة الخوارج خرجت على علي. لماذا لم تسبي النساء في موقات الجمل؟ لماذا لم تقل أنك أمير مؤمنين في الصلح مع معاوية؟ ولماذا لم قلنا تسبي النساء في موقات الجمل؟ لماذا نزعت نفسك من أمير المؤمنين؟ إذن أنت أمير الكافرين. والوجه الثالث كان ماذا يا عبد الرحمن؟ لماذا حكمت الرجال في الكتاب؟ كان في حكم بينك وبين معاوية، وحكموا على علي بالكفر، ومن قبل حكموا على عثمان بالكفر، وحكموا على معاوية بالكفر، وقالوا نقتل علي وعثمان، نقتل علي ومن ومعاوية. علي أرسل الخوارج من يناقشهم، ورجع عدد كبير منهم، لكنهم فكروا في قتل علي الباقين وقتلوا علي رضي الله عنه. هذه الموضوع. علي في كل هذه الحروب هو البار الراشد، وذلك للآتي ذكره. أولا فيما يتعلق بمعاوية رضي الله عنه وقتاله مع علي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية، فقتله مع أصحاب معاوية، فكانت الفئة هي الباغية. وبهذا شهد عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يرقب الموضوعات، فلما قتل عمار أقر بأن علي هو الحق وأن الفئة الباغية. فمعاوية غضب من عبد الله وقال لأبيه عمرو بن العاص اصرف عنا مجنونك هذا، اصرف عنا مجنونك هذا، فلما خرجت معنا إذن؟ قال إني أخرج معكم ولست أقاتل. النبي كان قال أطع أباك لكن أطيعه ولا أقاتل، ما أمرني الرسول بقتال المسلمين. والدليل الثاني أن عليا على الحق قول النبي عليه الصلاة والسلام تمرق مارقة على حين فرقة بين المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق. فمرقت الخوارج فقاتلهم علي شر قتلتي، يا علي قاتلهم وهزمهم في حروراء هزيمة عظيمة جدا، فكان هو على الحق. وقصة أصحاب الثدي أو أصحاب صاحب الثدي معروفة. ليش يا صالح؟ هذا باختصار ما يتعلق بعلي ومعاوية. فعلي كان على الحق فيما في قتاله مع معاوية رضي الله عنه، ولكن تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. معاوية أيضا
فتح الله به بلادا كثيرة ودخل أهلها في الإسلام وهو صاحب رسول الله. والرسول قال لا تسبوا أصحابي. فالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا باختصار شديد. فعلي كان على الحق رضي الله عنه، والله المستعان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عايز أسأل حضرتك سؤالين. تفضلي. السؤال الأول، يجوز ركوب المرأة في تاكسي؟ يعني واحدة ينفع تركب لوحدها في تاكسي، حلال ولا حرام؟ إذا كانت في منطقة أهلة بالسكان، منطقة أهلة بالسكان وآمنة من أن تغتصب، فلا بأس بذلك في حال الضرورات. بارك الله تمام. فيك. طب السؤال الثاني، دلوقتي لو أختي مخطوبة، والدي ووالدتي منفصلين، خطيبها بيجي يقعد معاهم ووالدتي بتكون قاعدة، ده يجوز شرعا ولا لا يجوز؟ مرة ثانية. تكون عقد قران، خطوبة فقط. نعم. خطوبة فقط. خطوبة فقط. خطوبة والدتي بتكون قاعدة معاهم، يعني هو بيجي مثلا مرة كل شهر أو كل أسبوع. الخلوة منتفية. لكن هل أمك تخرج تأتيهم بالشاي ولا لا؟ لا لا لا، لو مثلا مرابضة أو أي حاجة، البنت نفسها هي اللي بتجيبها، لكن الأم بتفضل قاعدة. طب ما امك امراه اجنبيه ايضا، امك شابه ولا عندها حاجه و40؟ يعني شابه ايضا، تخرجوا الاثنين مع بعض ويرجعوا مع بعض. تمام. بس كده ما فيش مشكله لو هما الاثنين قعدوا وهو موجود. نعم، بس ما يطولش، استنى يطول هتحصل مفاسد، اكيد امك هتروح الحمام واختك هتروح الحمام، مشكله. تمام. مع السلامه. تمام. جزاك. هذا وأنوه على أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفضل علينا وعلى آبائنا وأمهاتنا، فمع أننا نقر بأن علي رضي الله تعالى عنه على الحق في قتاله الذي قاتله، وأنه رضي الله عنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأنه بدري وأنه مبشر بالجنة، نقر له بكل هذه الفضائل وأنه من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أننا أيضا نترضى عن عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلهم الفضل علينا وعلى غيرنا من فتح الله بهم البلاد وأدخل الله العبادة في دين الله أفواجا بسببهم. ولا أخفى عليكم أن مصر فتحت على أيدي هؤلاء الصحابة الكرام بعد أن كان أهلها من القبط وكانوا بعدين على الإسلام. الحمد لله أن الله فتح بهم مصرنا وأسلم أجدادنا على أيديهم، فجزاهم الله عنا كل خير. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. رضي الله عن صحابة النبي الأمين محمد وأرضاه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ مصطفى، كيف حالكم؟ الله يحفظك. الحمد لله. الله يسلم. الله يبارك فيك. عندي مال مع احد الاخوه بيستثمروا لي في العقار. نعم. واحل عليه الحول، فاخرج عليه زكاة ولا؟ نعم، عليه زكاة اذا كان بلغ النصاب. نعم. المال مستثمر. نعم. نعم. جزاكم الله خير. وياك. شيخ الله. الله يسلمك. هذا وبهذا القدر أجتزئ، حمدا لله ومصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن.
لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا ونعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا وكن عنا وكيلا وكن لنا ظهيرا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وانصرنا يا خير الناصرين وافتح علينا يا خير الفاتحين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واخذنا من الفقر يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون وفك أسر أسيرهم وارفع الضر عن متضررهم وفك الكرب عن مكروبهم واحقن دماءهم. اللهم يا ربنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا يا ربي وعملا صالحا ونوايا خالصة لوجهك يا كريم. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.